طبعا كان اليوم استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح، وطبعا الغريب اليوم ان وقعنا طلب طرح ثقة كان ترتيبي رقم 6، تفاجأنا في اعلان الاسماء ما لي اسم موجود، فسألنا طبعا انت وقعت، كان جاني شعيب الموزري وقع، وقعت رقم 6 كان موجود صالح عاشور، اتفاجأ في اعلان نتائج اسمي غير موجود، فقال طبعا احنا في ورقة ثانية في 10 اسماء ورقة الاولى في 9، فطبعا هذا مو عذر مقبول، هذا اعتبره قلة ادب. المفروض المستجوبين ما يحطون اساميهم، تعطي فرصة لزملائك كذلك، ان انت كمستجوب تحط اساميك وتحجر على الاخرين، الاسم كان موجود وموقع طرح ثقة، فليش انشال الاسم؟ لذلك طبعا الرئيس طبعا ما اعطانا فرصة اليوم، لكن الاسبوع القادم ان شاء الله في الجلسة القادمة سنطلب توضيح اكثر من رئيس مجلس الامة باي حق ان انشال اسم نائب من طرح ثقة. طبعا ما دام وقعت على طرح ثقة ما حد يقدر يشيله. الورقة كانت كاملة العدد اللي وقعت فيها ولا كانت كاملة؟ طبعا بعدين قال لك واحد من النواب شطب اسمه هو، شطب اسمه وشكلوا قائمة ثانية، فطبعا هذا مرفوض، لذلك طبعا سرد عليهم بإذن الله في الجلسة القادمة. لكن اللي قاعد يصير حاليا كأن الموضوع انه في ترتيب فيما بين النواب والحكومة، يبون فشل الاستجواب، لذلك المفروض تستقطب النواب الآخرين، إن بالعكس يروح الثقة معاك. عادة المستجوبين ما يوقعون على الثقة إذا كان العدد كافي، إذا كان العدد ناقص يوقعون 1 2 عشان نكمل عدد، أنك تكون 3 تسكر المجال على زملائك، أعتقد فيها ترتيب كذلك معك، ولكن هذا المبدأ مرفوض، وعملية أن تشيل اسم هذه قلة أدب، وهذه راح نشوف الأسبوع القادم في الجلسة القادمة سنطلب توضيح أكثر من الجميع لكي لا تكرر في 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 الاستجوابات القادمة. شكرا. هل تغير موقفكم من الاستجواب؟ لا أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي موقف، لكن الوضع اللي صار هذا مو صحيح. أنا أعلنت طرح ثقة قبل نعم. أنا أصلا أنا أعلنت بالنسبة لي إنه إعادة توزيعها، طبعا هند الصبيح طبعا يشكل كذلك أزمة، لكن اللي حصل اليوم هذا الموقف لا يمكن أن نسكت عليه.